كابتن علي كان مجهود جامد جدا، وكان طبعا يعني سنه صعبه. كابتن طارق خليل حط في اختبارات كده شديده جدا، وانتوا كجهاز معاه. كلميني عن الاعداد للبطوله عشان نوصل للشكل المشرف ده، بدايه طبعا من دعم مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير عمي فاروق، مجلس الاداره بالكامل اللي وقف جنب الفرقه بشكل جيد. كلميني عن المراحل اللي سبقت البطوله. انا كل شويه جاي اقول حاجه الاقي نفسي برجع لورا. هي بدات من ساعه فاينل الدوري السنه اللي فاتت فعلا. بصراحه من وقت الدوري بصراحه كابتن خالد العوضي كان معانا من وقتها على طول، طبعا من دعم كابتن خطيب وكابتن عمري فاروق. كان كابتن خالد معانا على طول في اصلا الفاينل بتاع السنه اللي فاتت بتاع سبورتنج. كان اوريدي بدانا نشوف هنعمل ايه، نتفرج اوريدي. كنا واحنا كان رمضان كنا بنقعد نتفرج على محترفات، وكابتن طارق موضوع الهايلايتس ده بالنسبه له مش اوبشن خالص، اتفرج على فول جيم ماتش كامل، ماتش كامل بقى، فخمس ست ماتشات لثلاث محترفات، فكنا بنقفل لنا بتاع خمس ست ماتشات في اليوم. كان اوريدي بنتكلم مع ميرال وبنشوف ايه اللي هيحصل. كان اوريدي هاله، بس كنا طبعا موقفين احتراما ان هي كانت في سبورتنج، موقفين لغايه لما السيزون يخلص. فبدانا ان احنا بنعد الموضوع ده. كان اوريدي دكتور مي جت معانا في اخر السنه اللي فاتت شويه، بدات مع الفريق اوريدي. فكنا التجهيز بتاع البطوله دي من رمضان اللي فات. الله. من رمضان الله. اللي فات ده بصراحه كلام جميل جدا يعني. وكابتن خالد العودي الحقيقه برضو بصراحه من مديرين النشاط الرياضي النشيطه جدا، هو فيري اكتف جدا يعني. انا اصلا ممكن انا نفسي اقول له على حاجه بيتعبنا يعني، انا بتعب من كتر ما هو يعني مش بينسى. هو زميل خالص عزيز حاجة. طبعا كان معانا في القناه، بس لا انا لقيت وش تاني خالص، ما بينامش في يعني. خالد العودي بصراحه كابتن خالد العودي باحترامي يعني، هو صديق وعزيز وبتاع، ولكن ما فيش مش انا عايز اقول لحضرتك اخر ماتش كان ماتش سموحه في اسكندريه. هو اخد باله ان المفروض احنا كلنا بنلبس شرابات بيضة زي بعض، اخد باله ان في لعيبه الشراب بتاعها مختلف. من ورا مش مختلف يعني، في حته دايره لونها مختلف. علق على دي وهو في المدرجات. فهو بصراحه هو المهندسين كده مشكلتهم بقى تفاصيل التفاصيل خطير.